صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. بحب ابدا الفقره اول شيء واشكر كل المشاهدين يلي عيادوني وبعثوا لي بوكيه نهار الجمعه حلو كثير، ميرسي كثير. بدون مي اكيد ما في حياه، والانسان بيموت من العطش، واكيد الطبيعه بتفنى وبتصير بصير العالم اكيد صحراء خيره من اي كائن حي. ولكن اليوم لبنان عنده ثروة طبيعية، هي منا مناجم ألماز ولا بترول، ولكن ينابيع مي ما عم بيعرفوا يمكن اللبنانية قيمتها. هل اليوم بلبنان عم بيعرفوا يستغلوا المي وعم بيعرفوا ينتجوا منا بعد ثروة أكبر من هيك؟ بقى اليوم عنا حلقة خاصة مع الدكتور فادي جورج أمير اللي نحن بكل كمان شرف نستضيفه اليوم بفكرة كتاب. دكتور فادي أمير أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ومن عيدك كمان ينعاد عليك. ميرسي كتير، ميرسي، بشكرك. بحب أعرف المشاهدين يلي بعد يمكن ما بيعرفوك، ولكن بتصور نسبة كتير قليلة من المشاهدين، حضرتك من مواليد تنوين سنة 1960، حائز على إجازة بالهندسة من جامعة تكساس وجامعة بونت إيشوسي بباريس، ومتخصص في علوم المؤسسات من جامعة هارفارد، وكمان بهندسة المياه والطاقة من جامعة ليون. كمان حضرتك رئيس شبكة الأحواض المائية ببحر المتوسط من سنة 2009، وهذا أول مرة بتصور بشغل منصب واحد لبناني. نحن منهنيك. شكرا. ونائب رئيس الوحدة المعلوماتية المائية بإغوماد، ومدير عام الموارد المائية والكهربائية بلبنان، ومدير مركز الأبحاث البيئة والطاقة بجامعة السيدة الويزة، وكما أنك أكيد كمان مدرس بكلية الهندسة بالأنديو بالأنديو، وكمان عضو فعال بالاتحاد من أجل المتوسط، وكما أنك حصلت على لقب دبلوماسي المياه. شكرا. وهو اول يمكن مره مهندس امريكي بياخذ هذا اللقب، صح؟ من الامريكان اكاديمي اوف ووتر ريسورس انجينيرز. يعني نحن عن جد ننبسط. شكرا لكم لاستضافتي، وانا بحب هنيكي على هالبرنامج. شكرا. يعني هالبرنامج عم يعطي مرآة حضارية للبنان. شكرا. ما عم نحكي سياسة من عبكرة العشية، توك شو على كل التلفزيونات. عم تعرفي اللبنانيين والناس برا اللي عم يحضروا الام تي في على كتاب، على الثقافة، وهيدا هو راس مال اللبناني، هو الثقافة والمي كمان. تسلمك. اهم شيء عم نعرف كمان المشاهدين قد ايه عندنا نحن ثروه طبيعيه اللي هي الدماغ اللبناني والكتاب اللي عم نقدر نجيبهم كمان على شاشه الام تي في. ميرسي كثير. حضرتك استاذت عدد من الكتب، منها لو انتر غير اي بي سنه 2000، ومياه لبنان الضياع بين الضياع والاستثمار سنه 2003، ورينيوبل انرجي ان ذا ميدل ايست كمان اللي اصدرته بامريكا، والكتاب رح نتحدث عنه اليوم اللي هو جيستيون اي هيدرو دبلوماسي او بروش اوريان اللي اصدرته سنه 2008. اول سؤال اكيد اللي الكل رح يكون عم بفكر فيه، انه اليوم المي بلبنان هي ثروه طبيعيه هائله مهمه جدا. قد ايه الى اي مدى هالثروه اليوم دكتور امير عم بيعرفوا اللبنانيه قيمتها، عم بيعرفوا يستثمروها، او هل يا ترى عم بتروح كمان هدر؟ ما في شك عم بتروح هدر على البحر، ومعيار الهدر هو حوالي 1.2 مليار متر مكعب مي بالبحر الابيض متوسط سنويا. كان فينا انه نخلي اللبنانيين ينعموا بهالثروه، ونخلي كمان لبنان يتقدم اقتصاديا واجتماعيا من خلال الثروه، لان المياه لها قيمه اقتصاديه، حقها مصاري المي، والمي إلى بعد جيوسياسي وبعد استراتيجي بالمنطقة. نحن بنعرف أنه تركيا هي دولة صارت عظمى في البحر الأبيض المتوسط، وسلاح المياه بالنسبة لتركيا هو سلاح كتير مهم للتنمية، ولبنان بيقدر يكون بلد عظيم جدا من خلال استثماره لميته. نعم. كمان بنحب نعرف أهم ينابيع بلبنان، يعني مبدئيا نحن مصادر مي. نعم. شو هي؟ هي الثلج. يعني نعم. لبنان وتركيا هن البلدين الوحيدين اللي عندهم ثلج
في واجهة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وهيدا أكبر مصدر. إنما مثل ما بنعرف هلأ أنه في عوامل طبيعية عم تتغير، مناخية عم تتجدد بهالمنطقة، ورح تأثر من ناحية الحرارة على البلدان بالبحر الأبيض المتوسط. الحرارة رح ترتفع بين درجتين وست درجات، لبنان رح يتأثر مباشرة. إذا كمية الثلوج اللي بتهطل على لبنان رح تتقلص شوي شوي حوالي 30%، ورح يصير في تأثير على الموارد المائية في لبنان والمنطقة ككل. إنما نحن في حال مشينا بالخطة العشرية للسدود والبحيرات فينا نخزن. هذا الحل بتسوق اللي لازم كيف لكان بلشنا نحن بموضوع سد شبروح وانشأنا سد بياخد العقل من جميع خبرنا. أنا نحن نعرف أنك حضرتك يعني أكيد أنت اللي أطلقت المشروع الرائع اللي هو سد ونفذته شبروح على الأرض. خبرنا عنه أكثر يعني وبهمنا كمان. يعني أولا من ناحية أهمية سد شبروح أنه رح يغطي كل حاجات منطقة كسروان لسنة 2050، بيخزن حوالي 9 مليون متر مكعب من المي، معمول بشكل هرم. هالهرم علوه 65 متر، عرضه 200 متر، طوله 450 متر، وأصرينا أنه يكون شكله حلو، الاستيتيك تبعه بيتماشى مع الجبال، نعم، جبال فريق فرزبيان اللي موجودين فيه. نعم. هيدا سد اذا بكرر بعدين في محطه تكرير بكرر المي، وبنبعث يوميا من 10,000 ل 60,000 متر مكعب الى منطقه كسروان. اخذ منا 4 سنوات شغل، وهذا المشروع بيقدر يخلق انشطه سياحيه. كل سبت واحد عندنا اكثر من 300 زائر بمنطقه شبروح. امبارح كان عندنا الصليب الاحمر الله يوجه لهم خير. نعم. نشكرهم كمان على الهواء، نعم. طلعوا على سد شبروح وزاروا. كل جمعه عندنا اكثر من 300 زائر عم يتمتعوا بهالجبل بهالبحر بين جبلين. نعم. اذا كيف لو كان شكل لبنان في عندنا حوالي 30 مشروع مثل مشروع سد شبروح. نعم. اللي هن الخطه العشريه. شو اللي بيمنع انه ينعمل؟ يعني هل في امكانيات أنه ينعمل هيك مشاريع؟ يعني ما في شك في كل منطقة تنقدر نحن ما في شك. أنا متفائل كتير أنه نقدر نكمل بمشاريع الخطة العشرية. نعم. إنما هيدا بده يمشي معه كمان دو كونديسيون. أول كونديسيون هي توفر المال بالموازنة. صح. هذه بتصور من أهم الأمور. نعم. وإذا ما في مال فينا نستقطب كمان القطاع الخاص بشراكة نسميها بارتناريا بوبليك بريفي، مثل ما عم بيصير بالعالم كله، لنقدر نبني هالمشاريع. العنصر الثاني هو عنصر الثقافة مدام مستيني. الثقافة كثير مهمة لكلتور دو ديفلوبمون دورابل. هيدي الأجيال اللبنانية هيدا من أهم الأمور بتصور. أهم الأمور إنه الواحد يوعي الجيل الجديد على أهمية الثروات الطبيعية اللي عندنا. هالصبايا والشباب بالمدارس كل سنة عم يطلعوا يزرعوا حوالي سد شبروح أرز. هلا صار في عندنا غابة في توعية صار كتير حلو تماما للبيئة وللطبيعة تماما. حركة فيقو اللي استضفتوها من حوالي 6 أشهر هون كمان. نعم. كناية عن 200 شاب وصبية كل سنة بيعملوا برنامج وبيطلعوا بيجرعوا شجر أرز حوالي سد شبروح. نعم. صار عندنا غابة. إذا الثقافة وتوعية الجيل الجديد على التنمية المستدامة هو اللي رح يخلينا نكمل بهالمشاريع. يعني احنا اليوم هون بكره منا هون، بده يجي جيل جديد يكمل أكيد من بعدنا. هن هالشباب ان شاء الله يكون جيل ما يعيش حرب بعد، يعني ان شاء الله تيكون مفضى اكيد باله ووقته وكل طاقته للبيئه والطبيعه. ما تفضلت وقلتي عن الحرب، يعني اكيد في ناس كثير حكيوا عن حروب المياه. نعم. انما انا بتمنى انه المي خليها تكون انوتي دو بي، اداه للسلام، اداه للتنميه الاقتصاديه، اداه للتنميه البيئيه، اداه لتقارب المجتمعات، لان المياه موجوده بكل الديانات السماويه بالعالم. نعم. في المسيحيه، في الاسلام، وفي الديانات. مزبوط، هي بتجمعنا فيها، يكون وسيله يعني تجمعنا مش تفرقنا. اكيد. تنرجع على الكتاب اللي هو جيستيون ديبلوماسي دو لو بروشيريون، بتقول حضرتك انه بتتناول فيه الوقايع اللي لاداره المياه اليوم والمشاكل والحلول اللي لازم المشاكل الموجوده والحلول.